هسألكم النهاردة عن المتحدث، البني آدم المتحدث أو المستمع. أنت شايف أن ده مواصفات عاملة إزاي وده مواصفات عاملة إزاي؟ إيه المواصفات اللي ممكن تبقى موجودة فيك تخليك متحدث جيد أو مستمع جيد؟ وشايف الـ 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 كمان الفروقات اللي بينهم عاملة إزاي؟ وأنا قلت لكم اللينك اللي فات أن أنا أقول لكم شوية حاجات كده تخليكوا تعرفوا أنت بني آدم مستمع جيد ولا لأ. وتفتكر الناس بتحب أنهي أكتر، اللي بيقعد يتكلم كتير ولا اللي بيقعد يسمعهم كتير؟ خلينا نلعب اللعبه دي مع سويلم، نشوف هو ينطبق عليه موضوع ان هو مستمع جيد ولا لا. بص يا سويلم، انا عارف الاجابه بدري. الاجابات هتكون دايما او نادرا او لا. ماشي. هنعرف بقى انت مستمع جيد ولا لا. ماشي. انت بتتعود ان انت تفضل باصص للي قدامك مدي انتباه وتبعد عن اي حاجه ممكن تشوش تفكيرك عنه ولا لا؟ دايما. اوكي. بتدي له فرصه ان هو يعبر عن فكرته لحد الاخر من غير ما تقاطعه. انا عايزه اجابه دايما او نادرا او ايه؟ دايما. نادرا. لا. نادرا. ماشي. بتقرا اللي ورا الكلام، يعني هو بيقول ايه؟ لماح يعني. وانت دايماً بتلقط ايه؟ دايما مشاعر. خوف. حاجات هو ما قالهاش يعني. ماشي. دايما. اوكي. طيب عندك كمان ملكة ان انت تقعد تسأله، يعني تاخد وتدي معاه كده فتعرف الاجابات اللي جوه عن الموضوع اللي هو ما حكاهاش. تطلع المذيع اللي جوه. دايما ولا نادرا ولا لا؟ دايما. اوكي. طيب بعدين بتعرف بقى ايه تلخص الكلام اللي هو قاله عشان نوضح الامور ونبتدي نتكلم. دايما نادرا؟ لا. نادرا. ما اقعد عيد الكلام اللي هو قاله. خلاص الراجل قال كلامه وخلصنا. طيب لما بتكون في حديث مع حد صوتك بيعلى بتتشنج عليه احيانا تعصب، يا عم افهم بقى بقول لك كذا، دايما نادرا؟ لا. لو حرق دمي بيبقى دايما. لو كلام مش فارق معايا قوي بيبقى نادرا. طيب استخدامك للكلمات وللغه اللي انت بتتكلم بيها مع الناس بيبقى فيها اللي جاي يحكي لك يعني قصه تعاطف، يعني اهتمام، حاجه مناسبه للي هو جاي يتكلم فيه، بيبقى دايما عندك بتختار كلامك يعني؟ اوكي. يعني يبقى دايما بحاول انتقي الكلام على قد ما اقدر. اوكي. يبقى احنا انت قلت 3 دايما. مش عارف تبقى حسبتي. انت بطل تعالى. قلت 3 دايما واتنين لا. ايوه. وواحده نادرا. ماشي. ثلاثه ايه بقى؟ فانت يعني عارف النص. انا اللي كده بقى كده على حسب. يعني هو سويلم على حسب الموضوع جاي له في اي ناحيه. صح. وحسب الشخص. أوه. لو حد يهمني هبقى مستمع ولذيذ وجميل، حد بقى يبقى يلا بقى بينا كلنا. انتوا بقى ايه شايفين مواصفات الانسان المستمع اللي هو انت تحب تروح تحكي له ده عامله ازاي؟ وانت انسان بتكلم كتير ولا بتسمع اكتر؟ حد بيقول يا رب تنجح يا سويلم. بص وبعدين ايه، في ناس تعيش طول حياتها بتحكي كل حاجه وبتقول كل حاجه وما بتكلم كتير قوي، بتكلم في اي موضوع وقدام كل الناس وما فيش فلتر خالص، وبعدين فجاه تقرر انها ايه لا هتكنترول ده عشان مثلا اتاذت او يعني اتضايقت من كلام او كذا او كذا او كذا. بتعرفوا تعملوا الشيفت دي؟ ولو بتعرفوا تعملوها بتعملوها ازاي؟